ابتكارات جديدة ورائعة لـ 2020، جديدة ورائعة. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، اليوم لدينا بعض الابتكارات الجديدة والرائعة للعام الحالي والتي سوف تغير الكثير من الأنشطة في حياتنا. Hold Traction. الجنف هو حالة طبية يكون فيها العمود الفقري للشخص منحنيا جانبيا. مئات أو حتى الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم يجب أن يعيشوا مع هذه المشكلة. للجنف عدة درجات، وكلما زاد انحناء العمود الفقري كلما زادت الصعوبات التي يعانيها الشخص. منحنى حاد بشكل خاص للصحة العامة للمريض، ناهيك عن الأب الذي يتوجب عليه التعامل مع الكثير من الألم. لكن هناك طرق مختلفة لمساعدة الشخص المصاب بالجنف على الشاشة، حيث يمكنك رؤية المرضى الصغار في مستشفى تكساس سكوت على الجهاز، وهو ما يسمى بآلة الجر، بشعور مخيف في النباتات الأولى، ومع ذلك فهو مصمم لتحسين حياة المريض. ولكن كيف يعمل؟ يتم تثبيت الإطار المستدير بحزام على رأس المريض، وبعد ذلك يتم رفعه قليلا. عضلات ومفاصل العمود الفقري بلطف تمدها، مما يجعلها تصوب بالطبع. آلة الجري هذه لا تجعل الظهر مستقيمة تماما، ولكن تأثير العمود الفقري يكفي لضمان أن الجنف لا يتسبب بالمضاعفات. عادة ما ينسى المريض آلام الظهر التي تعمل رئتاها بشكل أفضل. بالإضافة إلى أن الجهاز يعد أنسجة الظهر للعلاجات العلاجية، مما يجعل العملية أسهل. وبالطبع يمكن للمريض أن يعيش نمط حياة أكثر نشاطا عند الأطفال الجنفية الشديدة التي تهدد حياتهم وضع الكثير من الضغط على الرئتين في القلب. لهذا السبب يمكن القول أن الجر الهالة ينقذ الأرواح. تابي، محاولة إرواء عطشك بماء الصنبور. يمكن أن تكون مشكلة مياه شرب بدون كوب تعتبر مهمة أكثر صعوبة مما يبدو للوهلة الأولى. إنه يجب عليك الانحناء وملابسك التي قد تصبح مبللة. توبي هو جهاز صغير لا يكلف سوى 6 دولارات، يحول الصنبور العادي إلى نافورة مياه للشرب إلى جانب تابي، ولا يمنعك من استخدام الصنبور لغرضه الأصلي للشرب. كل ما عليك القيام به هو الضغط على الجزء السفلي لإعادة توجيه المياه. مالتيسكوب برو. تم إنشاء الاختراع الذي تراه على الشاشة لتلبية احتياجات المسعفين في سيارات الإسعاف. مطوريها المتخصصين في استوديو روتا في هولندا، ونحن نبحث عن وسيلة لحمل المزيد من المعدات في سيارة إسعاف. يتحول إلى كرسي متحرك صغير الحجم مع حركة بسيطة في كلا الموقعين. تم إصلاح الإنشاء جيدا، لذا فهو آمن تماما على الرغم من تصميمه غير العادي. يحتاج الاختراع إلى جميع المتطلبات القياسية لهذا النوع من المعدات. ستو فيتنس. إن قيادة نمط حياة صحي هو اتجاه الآن، وهذا هو السبب وراء محاولة المزيد والمزيد من الناس ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. لكن معظم الناس يواجهون مشكلتين. الأول هو عدم القدرة على زيارة صالة الألعاب الرياضية لأسباب مختلفة، والثاني هو عدم وجود مساحة والمعدات في اللياقة البدنية في موقد المنزل. عبارة عن اختراع مذهل يمكن أن يغير حياتك عند طيها، لا يختلف عن أي قطعة أثاث معيارية. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. في الحقيقة إن الكرسي يخفي معدات التدريب التي لا تعد أسوأ من الموجودة في صالات الألعاب الرياضية الاحترافية. عندما لا تتكشف تشغل مساحة كبيرة حتى تقوم بالتدريب حتى في الغرف الصغيرة. تقدم الشركة المصنعة نموذجين لكل منهما بسعر 1500 دولار. النموذج الأول يخفي دراجة التمرين، ويقدم النموذج الثاني للمشتري مقعد تدريب مثالي لتدريب القوة، بالإضافة إلى أن المعدات تتضمن مجموعة صغيرة من الأوزان المختلفة لأنواع مختلفة من التدريب. بابي كيوب. ظهرت شاشات اللمس منذ 20 عاما، وتعلمنا تدريجيا استخدامها اليوم، ولا يمكننا تخيل حياتنا بدونها. بالإضافة إلى أن الاختراعات الأخرى تجعل من الممكن
تحويل أي سطح إلى شاشة تعمل باللمس بصرف النظر عن المواد التي تم تصنيعها. من أحد هذه الاختراعات التي طورها المتخصصون الصينيون هو مكعب الجرو صغير الحجم، ويبدو أنه يشبه السماعة، ولكن في الواقع يعد مكعب الجرو هذا جهاز عرض ذكي، ومبدأ التشغيل بسيط جدا، حيث يعرض الجهاز الصورة على سطح مستوى باستخدام نظام الليزر بدقة هو 710 بكسل، في نفس الوقت قراءة أجهزة استشعار خاصة على الحركات على السطح، مما يتيح لك التحكم في الجهاز. يوفر مكعب جرو إمكانيات لا حصر لها، على سبيل المثال يمكنك قراءة الوصفات مباشرة على الطاولة، أو ربما أحد أشرطة الفيديو لدينا على الجدار أو يمينا على الأرض، ويمكنك ضبط مستوى الصوت وإرجاع الفيديو بمجرد لمس مخيم الجرو، وهو مساعدة قيمة في مدرسته. والعمل على حد سواء مساعدتك بسهولة في تحرير المستندات التقديمية وأكثر من ذلك بكثير. السعر الأدنى هو 900 دولار. ووجر إيدج هي شركة أمريكية تنقل مفهوم الأصوات إلى مستوى جديد تماما لسنوات، والاختراع الذي تراه على الشاشة هو أحدث إبداع لمتخصصيها، حيث تم تصميم الجهاز لتوفير ردود فعل حميدة في جسمك. وبعبارة أخرى، يسمح ووجر إيدج أنت ليس فقط لسماع الموسيقى، بل لتشعر بها في كل خلية تقريبا من جسمك. حاول الأشخاص الاستماع إلى الموسيقى أو اللعب مع هذا الجهاز أن هذه التجربة لا تختلف أي شيء سبق عما مروا به من قبل. هذا الاختراع هو فريد من نوعه، ويوفر تجربة رائعة حقا. من الجدير بالملاحظة أن هذه السلسلة تتكون من منتجين على حافة الشريط، وأبسط جهاز هو حزام بأقل سعر يبلغ 99 دولارا، بينما تكون حافة السترة من الناحية أخرى عبارة عن سترة كاملة للجسم، وأقل سعر هي 300 دولار، وستتيح لك أن تشعر بالأصوات على أكمل وجه. شاين ألترا لدينا هنا الماسح الضوئي الأكثر ملائمة في العالم، الذي يمكن أن نتحدث عن مزاياه لفترة طويلة. أولا وقبل كل شيء، فهو مدمج وممكن من الأشعة فوق البنفسجية حتى تتمكن من وضعها في حقيبتك وتأخذها حرفيا في أي مكان تريد. بالإضافة إلى أن الشركة المصنعة مجهزة ماسحة ضوئية مع تقنية خاصة حاصلة على براءة اختراع، فهي تنتج صورة مسطحة تماما بنسبة 100% من الوقت، حتى إذا كان عليك مسح الكتب أو المجلات المتلألئة. يتعرف ألترا على أكثر من 180 لغة، ولا يحتاج المالك إلى حملها كثيرا، ولا يحتاج إلى أن يحمل الكابلات، سواء كان الماسح الضوئي يربط إلى جهاز الكمبيوتر محمول أو كمبيوتر به كابل USB واحد يمسح صفحة واحدة تستغرق في ثانية واحدة فقط بالضبط. عرض المتطرف يجعل من الممكن مسح مجلة أو كتاب صغير في بضع دقائق، ويسمح لك أيضا بتسجيل مقاطع الفيديو. يبلغ هذا الجهاز سعر الماسح الضوئي المذهل ب 150 دولارا. لومزاك اختراع اليوم الأخير هو حقيبة تحمل على الظهر. لا تصدق، مع العديد من الميزات المفيدة التي تستطيع لومزاك تذكر الأشياء الموجودة فيها، والاعتراف بأن هذا الجهاز سوف يخطر صاحبها إذا لم يكن هناك كائن أساسي في الداخل نتيجة لذلك، كما يساعد أصحابه ولا ينسى أي شيء على الإطلاق. سوف يساعدك نظام التعقب GPS المدمج في معرفة مكان وجود حقيبة الظهر الخاصة بك في أي وقت، وهذه ميزة مفيدة للأشخاص النسيان أو إذا كانت الحقيبة قد سرقت وتم تزويد لومزاك بكاميرا والتي ستوضح لك ما يجري خلفك إذا كنت لإعادة ركوب الدراجة على سبيل المثال. يعمل الجهاز أيضا كنقطة اتصال واي فاي مؤمنة مع تطبيق الهاتف المحمول، ويبلغك حتى إذا كنت بعيدا عن ظهره. وهناك ميزة أخرى تتمثل بوجود إضاءة داخلية بأقل سعر هو 300 دولار.